انتبه معي الآن. أي أمر من أوامر الشريعة إذا تستطيع على هذا الأمر أن تفعله كاملا لابد أن تفعله كاملا. نقول للشيخ علي تستطيع أن تصلي الصلاة كاملة صلاة المغرب 3 ركعات تقوم؟ قال نعم. إذا لابد يصلي الصلاة كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها وتنتفي عنه الموانع المبطلة، صح؟ إذا يستطيع أن يأتي بالعمل كاملا لابد أن يأتي به كاملا. طيب قال سنة المغرب، أنا أصلي سنة المغرب ولا أقرأ الفاتحة، لماذا؟ قال هي سنة. لو ترك صلاة سنة المغرب عليه شيء؟ لا. قال أنا أصلي بدون قراءة فاتحة، قل لا ما يصلح. إما أن تصلي الصلاة كاملة لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة في الفريضة وفي النافلة، ما يصح أن تصلي على ما تحب، تمام؟ إذا هذا إذا يستطيع على الفعل كاملا لابد أن يأتي به كاملا، تمام؟ لا يقدر أن يأتي بالفعل سقط عنه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، تمام؟ يعني قال أنا الآن لا أستطيع أن أصلي قائما، نقول صلي جالسا. إذا سقط عنه القيام لماذا؟ للعذر في الفريضة، تمام؟ إذا كان يستطيع أن يأتي ببعض الفعل دون البعض الآخر، ننظر إذا كانت العبادة تتجزأ جزأناه، والذي يقدر عليه يأتي به، والذي لا يقدر سقط عنه، وإذا كانت العبادة لا تتجزأ سقط عنه. مثال الأول الذي يتجزأ، قال أستطيع أن أقوم في صلاة المغرب مقدار ما أقرأ نصف الفاتحة ثم يأتي ألم شديد عندي، نقول إذا جاء الألم الشديد ماذا تصنع؟ تجلس. ذهب الألم تقوم، لأن العبادة تتجزأ عندنا هنا الآن، تمام. قال أستطيع أن أصوم من الفجر إلى الظهر، أما من الفجر إلى المغرب لا أستطيع الصيام، إذن العبادة هنا لا تتجزأ، سقط عنه الصيام. إذا كان مرض يرجى برؤه يقضي، وإذا كان مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكين، مفهوم؟ هذا الاستطاعة. فإذا يستطيع على الفعل كامل يأتي به كامل، لا يستطيع سقط عنه، يستطيع على البعض دون بعض قلنا فيه تفصيل، تمام. عندي سؤال، هل كلفنا الله سبحانه وتعالى بما نستطيع أو بما لا نستطيع؟ ها؟ خطأ. نستطيع خطأ، لا نستطيع خطأ. يلا، من يأتي بالجواب؟ ونفسه بما يستطيع بما يسعى. كلفنا الله بأقل مما نستطيع. كم صلاة نصلي؟ تستطيع أكثر؟ تستطيع. كم شهر نصوم؟ تستطيع أكثر؟ تستطيع، صح أو لا؟ إذا كلفنا الله بأقل مما نستطيع، ومع هذا جاء إيش؟ رخص، رخصة تخفيف، رخصة تأخير، رخصة إسقاط، صحيح رخص. لماذا؟ لأن هذا الدين إيش؟ يسر. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وعلى هذا بن سعدي رحمه الله الجميع، يقول كل فتوى فيها تيسير هذا دليل على أن هذا موافق للشرع في الغالب، وكل فتوى فيها تعسير هذا في علامة أن هذه الفتوى ليست من الشرع، لأن الشرع دين يسر. لكن لا يأتي إنسان يقول اترك الشريعة وهذا يسر، لا، التيسير لابد أن ينضبط بماذا؟ بالشرع. لأنه ممكن يأتي إنسان إلى الإمام قال خفف عليه، قرأ في يوم الجمعة مثلا في الفجر بالسجدة والإنسان، تخفيف، نعم هذا تخفيف، لأن هذا السنة، مفهوم؟ لأن الضابط عندنا مو على ما أقول أنا أو هذا، لا، الضابط عندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ نعم.